أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسرنا أن نلقى بها ربنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية اليوم جميلة جدا جدا، هنتعلم منها أشياء كثيرة جدا. أولا معنى آية من آيات القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن الجهاد في سبيل الله. ربنا تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني فرض عليكم القتال، ومحدش بيحب القتال لانه مش عارف هيطلع من القتال سليم ولا لا، وفيه ايضا يعني مشاكل بدنية ومشاكل مادية ومشاكل نفسية واشياء كثيرة. فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم. هي دين الشاهد في الامر دي، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الايه الثانيه دي، الايه دي في سوره ايه؟ حد عارف؟ سوره البقره. الايه الثانيه جاءت في سياق الحديث عن النساء، طلاق النساء. قال: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ايه دي في سوره ايه؟ النساء، ايه 19. فهنا جت أي الآية تكررت مرتين بصيغة مختلفة، ولكن انظر إلى هذه الآيات، آيتين اثنين ذكرت مرة في معرض الحديث عن الجهاد، والثانية في معرض الحديث عن طلاق النساء. فانظر إلى العلماء، قالوا إن هذه قاعدة من قواعد القرآن الكريم، قاعدة. وعجبني جدا واحد من المؤلفين ألف كتاب سماه 50 قاعدة من قواعد القرآن. أنا دخلت على كده جوجل وكتبت كده 50 قاعدة من قواعد القرآن، هيطلع لك الكتاب كامل 50 قاعدة. قاعدة دي أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. ما تقدرش، ما ينفعش إيمانك من غيرها، لأنك أنت لو هتشوف دلوقتي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية الأولى ذكرت في معرض الحديث عن الجهاد، والجهاد فيه ألم بدني وفيه نفقات مادية، وهو أيضا في حد ذاته عبادة. إن معنى كتب يعني إيه؟ فرض. كتب عليكم الصيام فرض، كتب عليكم القتال فرض، تمام؟ فهو فرض من الله عز وجل. أما الآية الثانية فتتحدث عن الألم البدني، واحد بفارق زوجته وزوجة بتفارق زوجها، فهنا الألم الإيه؟ ألم النفسي. فجمعت الآيات الآيتين بين العبادة وبين المادة وبين الألم البدني والألم النفسي، سبحان الله رب العالمين. فإذا الإنسان لم يتمعن في هذا، تعال معي نقول العلماء لما قالوا في تفسير الآية، الإمام الطبري بيقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الطبري بيقول في هذا الكلام: فلعل إمساكك لزوجتك وأنت تكرهها، لأن الحياة لا تقوم على الحب فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما تصلي عليه: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي أن كره منها خلق رضي منها آخر. والتاني اللي بيقول له عايز أطلق زوجتي، قال له: ليه؟ قال له: لأني ما بحبهاش. قال له: هل تبنى البيوت على الحب فقط؟ أليست طباخة لطعامك؟ أليست غسالة لثيابك؟ أليست مرضعة لأولادك؟ احتملها لذلك. فلعل إمساكك لها مع كرهك لها يبدل الله تبارك وتعالى هذا الكره إلى خير كثير. إلى إيه؟ إلى أولاد تنجب منها أولاد صالحين تنتفع بهم الأمة، وتنتفع أنت بهم حيا وميتا، وتنتفع حيا وميتا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولعل الله سبحانه وتعالى يبدل هذا الكره إلى حب. هذا قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لأن القلوب
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن قال الإمام القرطبي الإمام الطبري ذلك، وقال الإمام ابن كثير أيضا هذا الكلام. تعالى هذا الخير الكثير خيرا كثيرا، كثير قد إيه؟ لم يذكر المولى سبحانه وتعالى عظم هذا الجزاء، ولكن قال خيرا خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير أحيانا الناس تحرم نفسها منه. لما يبقى زوج وزوجة في بيت واحد، يا سلام لو كان فيه فقه وفيه إسلام وفيه شرع ربنا سبحانه وتعالى سائد في البيت، والله مهما يكون هناك من مشاكل زوجية، والله ستجد هذه المشاكل تحل. في ناس تبقى المشكلة صغيرة جدا لكن عقولهم صغيرة فيكبروا المسألة، وفي ناس تبقى المشكلة كبيرة جدا بس هم عقولهم كبيرة فيصغروا المشكلة. يبقى المشكلة قد تكون كبيرة جدا لكن نتعامل مع المشاكل بما نحمل من عقول وقلوب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان بس نعرف، في ناس بتتدلع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جالوا ضيوف وضعت السيدة أم سلمة طعام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السيدة عائشة غارت، كان طعام أم سلمة طعام شهي، فغارت أم سلمة فقالت لعائشة، غارت عائشة فقالت لخادمتها خذي هذا الطعام واكفئي طعام أم سلمة على الأرض وضعي طعامي أمام رسول الله. أنا عايزك تتخيل نفسك بس في الوضع ده، أنت راجل متجوز اتنين ها، وبعدين بس مش هنا، مش أمريكا، بره هناك تمام، وبعدين جاء عندك ضيوف، جات واحدة بعتت طعامها وقلبت الطعام، شكلك ايه، طلق بيت ثلاثة، ما انت قاعدة هات لي أبوها وهات أمها وانشر على الفيسبوك وانشر على مش عارف ايه واتساب والدنيا كلها تعرف، هات أبوها وهات أمها. لكن شوف كيف تعامل حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا بس ان احنا محتاجين في بيوتنا الى هذا اللون الجميل العظيم والتربية الإسلامية الراقية. الرسول يأكل الأكل من على الأرض، يأكل الأكل بتاع أم سلمة من على الأرض ويقول للصحابة كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم. حل المشكلة ببساطة ولا لا؟ تعال شوف السيدة عائشة عملت ايه لما رجع البيت. السيدة عائشة تأتي وتحك جسدها في جسد رسول الله وتقول له يا رسول الله ما كفرت ما فعلت، انا اعمل ايه في العمل المهببة اللي انا عملتها دي، اكفر عنها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش عندك حب الانتقام، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يخرج ما في قلب ام سلمة، يرضيهم على بعض، لان دول ضراير واجرك الله، لو حصل فيه مشاكل مش هتعرف تقعد في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا كفارة ما فعلتي ان تكفئي ما في انائك في اناء ام سلمة، عشان يرضي ايه ام سلمة. هذا موقف من المواقف، موقف بسيط جدا، ولكن هذا الموقف كان كبيرا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صغره وتلاشاه وكأن لم يكن. فنقول نتعامل مع المشاكل بالحكمة التي نعرفها وبسنة رسول الله وبمنطق الدين الذي علمنا إياه. ربما يقول قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بشر، القضية لما يبقى في دين، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينشئ، لما تنشئ العلاقة على منهج الإسلام وتختار الزوجة زوجة صالحة تنكح المرأة لأربع، اخترتها عشان دينها فاظفر بذات الدين، وانت اخترت لابنك زوج صالح، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تكون هناك الايه، تعال شوف الجمال بقى يحصل هنا. لما تزوج رجل شيخ من المشايخ، والمشايخ برضو بشر ممكن يحصل عندهم بعض المشاكل ها، مش ملائكة، فشيخ من المشايخ اسمه الشيخ راغب وزوجته اسمها الحجة نجية، حدث بينهم مشكلة، بس شوف لما المنطق الإسلامي ولما الفقه بيكون في البيت كيف بيكون التصرف. غضب الشيخ راغب من زوجته نجية وطلقها، أقسم عليها بالطلاق، أنت طالق اخرجي من البيت واذهبي إلى بيت أبويك فأنا طلقتك الآن. لو واحدة بقى تعمل إيه؟ لو واحدة جهلة تصل على أبوها والله من أعدالك، تاخد الأولاد تمشي وهنربيك وهنعمل ونخلي فيك، وابوها خيب الامل يقول لها تعالي يا بنت زاد كتفي زاد وكتفي ميه اقعدي لما يعرف قيمتك واحنا مش لاقيين نوكلك،
خيابة شغل الكلام الفاضي. لكن شوف منطق الإسلام بقى. الزوجة الصالحة قالت له والله لن أخرج من البيت وأنا قاعدة هنا في البيت على قلبك، كيف تجلسين في البيت؟ إنني طلقتك. قالت لست أحق بالتأديب من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. سبحان الله. طب يعمل إيه؟ أمساكت يقدر ينكر الكلام ده؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. وعندك الإنسان له طلقتين اثنين، الثالثة قالك الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، بيسمي الطلقتين الأولينين طلاق رجعي، والطلقة الثالثة طلاق إيه؟ طلاق بائن بينونة كبرى، خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجعل إيه؟ العدة في البيت عشان إيه؟ علشان يراجع نفسه، علشان تراجع نفسها، تعتذر لزوجها، يعتذر لها، ما حدش شاف حاجة، الأمور ما صعبتش، ما راحتش البيت ويبدأ يبعت له بقى الشيخ ويبعت فلان ويبعت لا، لكن عايز في البيت يتذكر يشوف جمال زوجته، يفتكر الأيام الجميلة اللي بينهم، يرجع إلى زوجته، ما حدش حس بحاجة. هو ده الإسلام، هو ده الإيه؟ دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده منهج القرآن. فجلست في البيت وعملت إيه؟ قامت وكانت تتزين على أجمل ما تكون، وتلبس أجمل الثياب، وتضع أفضل الطيب والعطور، وتبخر البيت، وتفعل كل ما في وسعها، وتتجهز عند لقائه كأنها عروس. صاحبنا يدخل البيت مش قادر يقول حاجة، قعد يوم اثنين ثلاثة وحياتك هم خمس أيام، وبعد كده إيه؟ حاول أن يراجعها، فلما راجعها بعد كده حصل إيه؟ بيسلط لها على أي حاجة، تأخرت في الفطار، قال والله أنا ما أنا فاطر وأنا طالع، قالت له التمس لأخيك، تذكروا بحديث النبي، التمس لأخيك 60 عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، قال كيف أنا أخرج إلى عملي بدون فطار، أنا كذا، سبحان الله، خرج من البيت. ولما جاء رجع البيت عندهم هي كلها غرفة واحدة بس في البيت، ما كانش زي عندنا كده غرفتين وثلاثة وأربعة وفوق وتحت وبسمة، ما فيش كلام، هي غرفة واحدة بس، هو سرير من السرير العالي بتاع زمان ده، فاكرينه ولا نسيتوه؟ وبعدين يعمل ايه؟ هيقول لزوجته انزل تحت، عيب، ده راجل شيخ، والمرأة تقتضي انه ايه يكرم زوجته. عمل ايه؟ نام هو تحت السرير، فرش حاجة كده ونام تحت السرير، وسابها هي تنام فوق السرير. هم ما عداش الحداشر يوم الا وقد في الليل قام من تحت السرير وخرج فنام جنبها فوق السرير. فقالت يا شيخ راغب ما الذي حدث؟ قال انقلبت. قالت المرء ينقلب من أعلى إلى أسفل، مش من أسفل إلى أعلى. قال ولكن المغناطيس فوق السرير أشد من مغناطيس الكرة الأرضية. ثم ضحكت وضحك ورجع إلى زوجها، ثم قال الكلمة الجميلة بقى، قال إيه؟ قال يا نجية والله لو أن كل النساء مثلك ما طلق زوج زوجته. هو ده الكلام، هو ده الكلام، بدل ربنا سبحانه وتعالى ليه كره إلى إيه؟ إلى حب. وتخيل بقى الامر هيعيش كيف ازاي. فاذا القضيه عايزه ايه؟ انك انت تثق في الله عز وجل اولا، وتفعل الشيء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وتفعل الامر تبتغي به وجه الله عز وجل، وتتبع سنه رسولك صلى الله عليه وسلم. الامر يحتاج الى ايه؟ الى عقيده راسخه. ما في شيء يتم في الكون الا باذن الله عز وجل. سمعنا الايات في سوره التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، يهدي قلبه. في ناس محرومة من هذا الإيمان، من هذا الهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. بس اسمعوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم ربنا غني عنكم، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول عمل إلا عليه. الآية الثانية اللي في سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا سلام، اوعى تفكر أن المشكلة بتاعتك ربنا ما يعرفش بيها، اوعى تفكر أن المشكلة بتاعتك صعبة على ربنا، أن ذلك على الله يسير. لا، كل هذه الأمور اللي يخليك أنت يعني اللي رتب قلبك وعزائك ان ربنا مطلع، ربنا شايف، خلاص انا بحتسب اجري عند الله. والله سيبدل الله تبارك، هذا اختبار من الله عز وجل. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب
من قبل أن نبرأها، قبل ما يخلق السماوات والأرض، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يا سلام لو أنت مشيت بالمنهج ده، منهج ده لكي لا تأسوا على ما فاتك، أي حاجة تفوتك بتشتري بيت، البيت يا سلام هو ده البيت اللي أنت بتدور عليه واللي نفسك فيه ومعاك الفلوس وكل شيء، وبعدين يطلع واحد خد البيت منك، تعمل أنت إيه؟ تجي مزود على أخوك، تجي أنت تزعل وتعمل، لا هذا مش بيتك، هذا مش بيتك، هذا بيت قدره الله لأحد غيرك. المؤمن يقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هتتزوج إنسانة وبعدين أهلها مرضوش، تبدأ تحقد وتبدأ تزعل وتبدأ تشتم وتتكلم كلام فاحش وتبعت لهم رسائل، وزوجتك والدنيا لا مش زوجتي، والله لو أن هذه زوجتي لو وقفت الدنيا كلها حيال هذا الأمر لن يستطيعه، ولو أنها زوجتي أنا ما علي إلا أخذ بالأسباب. يبقى ده بيريح الإيه؟ بيريح القلب. أراد شاب أن يتزوج فتاة وكان يحبها حبا شديدا، وقبل الزواج بأسبوع تراجعت الزوجة عن هذا الزواج فحزن حزنا شديدا، وأرسل لها أناس كثيرون عشان خاطر إن هم يردوها عشان ترجع له تاني، دايب في غرامها مش قادر ينساها. وبعدين خطبت لرجل آخر ثم تزوجت، وهو حزن حزنا شديدا، ما هي إلا 3 أشهر وعلمت أن علم هو أنها لا تنجب، فيش إنجاب، هي ممنوعة من خلاص عاقر لا تلد، دي واحدة. الأمر الثاني شهر شهرين جالها سرطان في الثدي، قطع الثدي الأول، قطع الثدي الثاني، ما هي إلا سنة حتى توفيت وانتقلت إلى رحمة الله عز وجل. هل كان في حسباني هذا؟ أبدا. لكن المسلم يعمل إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من أشياء أنت تحب وكنت تحبها وتتمناها، وظائف كنت تتمنى هذه الوظيفة طارت منك، تزعل وتتنكد، تتنكد على اللي حواليك، تبدأ تحقد وتنقم لا ليه؟ شغلك هذا مالكش رزق في هذا، تبقى في موضوع مشروع أنت شغال وتمام ومرتبك جاي، فجأة اتغيرت الأمور وبعدين طلعت من الشغل، تبدأ تزعل وتبدأ تحقد وتبدأ تتغير وأمراض ليه؟ هذا ربنا سبحانه وتعالى قطع رزق من هنا ليصلوا في مكان آخر. المسلم منطقه وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. سيارة بتحبها لكن لو تعرف إن ربنا مقدر إنك أنت هتموت بالسيارة دي، تعمل حادثة وتموت فيها، والله هتكرهها وهتكره إن أنت تركبها أو تشوفها. لكن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. الله سبحانه وتعالى أرأف عليك منك بك، ولكن ينبغي أن تثق في الله أكثر من ثقتك في نفسك. هذا الأمر والله تحس بسعادة غير عادية، سعادة رهيبة، كأنك تملك هذه الدنيا. إن أردت فعلا السعادة الحقيقية والاطمئنان القلبي ارضى عن الله وعن عطاء الله عز وجل، والله ستعيش في هدوء وستعيش في اطمئنان وتتعيش في سعادة ما بعدها سعادة. بس يكون منطقك الحمد لله، ترضى عن الله عز وجل، تدرك السعادة الايه الحقيقية. اخواني القرآن مليء بمثل هذا، لكننا نقرأ القرآن دون أن نقف على العظات والعبر التي أرادها الله عز وجل من القرآن. سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون أصدر أوامره بقتل كل الأطفال وتحدى الجميع، بدأ حراسه، بدأوا الكذابين بتوع الحكام بدأوا يجيبوا له فلانة حامل، فلانة هتولد، فلانة ولدت، اذبح اذبح يوم. لكن ربنا له إرادة أخرى، يأتي موسى عليه السلام في السنة التي كان إيه؟ التي كان يقتل فيها، وينجيه الله سبحانه وتعالى ويتولد موسى عليه السلام. أم خيفة كأي أم من الأمهات تخاف على ابنها، لكن في الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى لا يغالب. حينما قال ربنا إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه خد بالك منه، حطيه في الحجرة الثانية، اعمل عليه حرس. العقل بتاعنا يقول كده، لكن الأمر الإلهي منطق الله سبحانه وتعالى غير إيه؟ غير منطقنا إحنا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا الله أخاف على ابني أحدوه ألقيه في البحر؟ ما هذا؟
لكن إرادة الله سبحانه القي في اليم ما تخافيش ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك مش كده بس وجاعلوه من المرسلين وربط الله على قلبها وشاءت إرادة الله أن ينفك الحبل الذي ربط به التابوت بتاع سيدنا موسى عليه السلام ويمشي إلى حيث تخاف أم موسى لبيت فرعون يا دي المصيبة بيت فرعون اللي احنا خايفين يروح هناك لكن ربنا له إرادة أخرى تطلع زوجة فرعون وبنت فرعون وماشطة اللي هي ماشطة بنتها ويلتقط إيه سيدنا موسى عليه السلام ويلقي الله حبه في قلبه امرأة فرعون آسية امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك خدته تطلع تجري لما كانتش بتخلف شوف ربنا بيرتب من امتى ما عندهاش اولاد قرة عين لي ولك لو فرعون المشحوم ده قال نعم لي ولك لهداه الله عز وجل ولأمن موسى عليه قال لك انت لا لي انا سبحانه فحرم ربنا سبحانه وتعالى من نعمة الهداية وهداها الله سبحانه وتعالى وبعدين ربنا يرتب ترتيب تاني الولد ده يعيط عاوز يرضع يوم ربنا هيئ الامور ممنوع يا موسى ترضع من اي امرأة صدرت الاوامر من الله هذا طفل صغير كيف يعرف ما سبحان الله حرمنا عليه المراضع من قبل وبعدين ايه اللي حصل بدأ يبكي كل النساء اللي ما عندهاش اولاد واللي عندها اولاد تأتي لتنال عطاء فرعون وتدخل قصر فرعون وحرس فرعون لتنال من عطاء فرعون لكن ربنا حرمه وتقول لاخته أم موسى قالت لأختي قصيه تتبع الأثر شوف وصل لحد فين تتبعت الأثر حتى وصلت إلى بيت فرعون ودخلت مع الداخلات وبعدين في النهاية قالت إيه قالت يعني هل أدلكم على أهل بيت شوف الكلام يكفلونه لكم وهم له ناصحون كان ممكن فيه سؤال هنا وش عرفك يا نصحة إن هم له ناصحون يبقى أنت تعرف الود ابن مين لكن صرف الله حتى هذه أذهانهم عن أن يسألوا هذا السؤال كما صرف الله تبارك وتعالى كفار مكة وهم فوق الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكن الرسول قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما سبحان الله ولكن صرفه وجاءت أم موسى عليه السلام ترضع ولدها فالتقم ثديها مباشرة لا إله إلا الله فقالوا ممكن تفضلي معنا هنا ترضعي الطفل ده قالت لهم لا بس انا عندي اولاد وعندي بيت وعندي زوج ممكن تسمحوا لي اخذ الولد ده ارضعه في بيتي خدت الولد وروحت البيت وبدا عطاء فرعون يروح لها لحد البيت وحراس فرعون ونعمه سبحان الله وهي في بيتها رد ولا ما ردش ان ردوه اليك سبحان الله تحقق وعد الله ولا لا شوف الكلام الثاني بقى النبي محمد هنا بيقول لنا ايه بعد ما تصلي عليه يقول رسول الله عجبا لأم موسى ترضع طفلها وتأخذ أجرها لا إله إلا الله بترضع ابنها وبتأخذ فلوس كمان وهي بيتها يبقى ربنا سبحانه وتعالى هذا الله لا يغالب فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لكن الله سبحانه وتعالى لابد أن نترك الأمر لصاحب الأمر لله سيدنا يوسف عليه السلام لما أخذه إخوته وألقوه في الجب إخوته وتيجي المصيبة منين؟ من أقرب الناس له وأشد المصائب لما تبقى من أقرب الناس لك اللي المفترض إن هم يحافظوا عليك هم الذين فرطوا فيه إخوته فرطوا فيه وألقوه في الإيه؟ في الجب سبحان الله ألقوه في الجب لكن لله إرادة وعناية الله سبحانه وتعالى إيه؟ تداركته من أول لحظة يخرج من الجب بوسائل وأساليب لا يعلمها ولا يستطيعها ولا يقدر عليها إلا رب السماوات والأرض يتعلق ويذهب إلى فين يباع ويصل حتى إلى بيت العزيز ثم يبتلى ابتلاء آخر ابتلى بحب زوجة فرعون زوجة العزيز تحبه ثم بعد ذلك يدخل السجن مع إن البراءة كانت محققة وزوجها عرف وشاف لكن تعمل إيه لما تبقى النساء هي اللي بتصدر الأوامر والرجال تراطير في الحكم ها لما هو بلسانه يقول لي يقول لي سيدنا يوسف ايه يوسف اعرض عن هذا يقول لها اعرض يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك يعني عارف ان ايه ان يوسف بريء بعد الشهود وبعد كذا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ومع ذلك تعمل ايه تقول لا لا يفعل لا يفعلن ما امره به او لا يسجنن او لا يكونن من الصاغرين سيدنا يوسف عليه السلام
اختار قضية السجن على انه يفعل فاحشة ويغضب الله سبحانه وتعالى. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عن، شوف اللجوء الى الله، شوف اخواننا اللجوء الى الله، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بعد ذلك دخل السجن، كانت النهاية يطلع من السجن يروح فين؟ على ملك مصر، بل ملك الارض كلها. لما قال هل كان في حسبان يوسف عليه السلام هذا؟ هل كان في حسبان يعقوب عليه السلام هذا؟ لكنهم سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يخرج يوسف عليه السلام إلى ملك مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض، مش مصر بس، خزائن الأرض، لأن كانت الأرض كلها ترسل تأخذ الميرة من مصر من هنا. سبحان الله، كان السوق التجاري بتاع المنطقة كلها من هنا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويصل الأمر في النهاية أنه يرسل إلى أبويه، ويأتي أبويه إليه ويرفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أخرج بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف الأدب بتاع سيدنا يوسف، مرضاش يحرش إخواته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، ما ذكرش إلقاء الجب، ولكن ذكر بعد نسب الفعل الخبيث إلى الشيطان. في نهاية الأمر يقول ربي قد آتيتني من الملك، أدب النبوة فرد نتعلم منه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف بيتمنى أن يلحق بالصالحين. من هم الصالحون إن لم تكن أنت إمامهم يا يوسف؟ يتمنى أن يكون من الصالحين، وألحقني بالصالحين. إذن القضية أنك لما تصبر على قضاء الله عز وجل، ولما تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فتعيش في راحة قلبية. كل هذا بالقرآن الكريم، بس إحنا بنقرأ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. دي كلها رسائل من الله سبحانه وتعالى لنا. سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، لما أخذ الخضر الغلام وقتله، ظهر الأمر هذا منكر، القتل هذا شيء كبير، لكن أما الغلام فكان في علم الله عز وجل، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. يا من تحب الأولاد، يا من لا تنجب أولاد، أولاد المسلمين كلهم أولادك. يا سلام لو تعاملت مع كل أولاد المسلمين على أنهم أولادك أنت، وكل واحد فينا يتعامل مع أولاد المسلمين على أنهم أولاده. كان الصحابة الكرام لما يجولهم مولود، لأحدهم مولود، كانوا يرون البشرى فيه ويقولون اللهم انفع به الإسلام والمسلمين. لو جعلت الأولاد كلهم أولادك، كلهم دول أولادك، ممكن يبقى ابنك وينالك العذاب الشديد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ده سبحان الله، هل من يعلم ذلك إلا الله عز وجل؟ يوسف وهو نبي من الأنبياء اعترض على هذا الفعل، وما عرف الحقيقة إلا لما بين له سيدنا الخضر عليه السلام من العلم الذي علمه الله عز وجل إياه. فيا سلام لما تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، لعله خير، لعله خير، يمكن هذا فيه الخير، يمكن أنا ربنا مش مقدر للموضوع ده. الحمد لله، رجل كان في المطار بيعمل بيحج بيت الله الحرام، وهو راجع راح في المطار في مطار جدة، فنام شوية من كسرة التعب والتعب في الحج، بيحل بقى لما الواحد يخلص الحج بيكون أصابه مجدودة والحج يدرك هذا الكلام، فراح في جدة نام، فلما نام قام لقى الطيارة بتاعته مشت، زعل جدا، كيف وهروح ازاي واعمل ازاي، وقعد يضرب كف على كف ويمشي من مكتب الى اخر وكذا، ما هي الا سويعات حتى جاء له الخبر بان الطائرة التي خرجت في الوقت الفلاني نزلت ووقعت، وهو الوحيد الذي نجا منها. هل كان في حسبانه ذلك؟ لو قيل له هذه الطائرة ستقع تركب ولا لا، كان هيركب؟ سبحان الله. لكن لو انت رضيت بما قسمه الله، وانت لو الله ارحم بك عليك منك انت، لو علمت هذا ولو تيقنت بهذا
لارتاح قلبك واطمأن قلبك. ذكر في الأدب الصيني أن رجلا كان له مزرعة كبيرة، وكانت هذه المزرعة فيها جياد، وعنده جواد من أحسن الجياد الموجودة، كان يحبه جدا. وبينما هو كذلك إذ هام الجواد في الأرض وفي المزارع ومشى ولم يرجع، زعل عليه جدا. وجاء الناس يعني يعزوه في الجواد بتاعه، قال لهم: وما أدراكم أن هذا شر، لعله خير. سبحان الله. فسكتوا شهر شوية، لقوا الجواد جاي وخلفه قطيع من الجياد، فرح والجمال، الناس كلها فرحت، جم علشان يهنئوه. قال: وما أدراكم أن هذا خير، ما أدراكم أن هذا خير. الناس بتنظر بالمنطق الظاهري شوية، وابنه من أولاد ولد من أولاده ركب هذا الجواد فوقع من عليه انكسرت رجله. جاء الناس يواسوه، قال: ما أدراكم أن هذا شر. الله 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 الله. شوية قامت حرب بين الصين وجيرانها، فقامت الحكومة وجمعت كل الشباب الموجود ما عدا ابنه الوحيد اللي نجا، لإيه؟ ما راحش الحرب لأن رجله مكسورة. جاء الناس يهنوه، قال: ما أدراكم أن هذا خير. سبحان الله. الأمر إيه؟ القضية مش قضية واحدة، أم يبقى هذا منهج، هذا منطق تعيش به في حياتك كلها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. لما تدرك أنت ترى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر. الصحابة لما طلعوا طلعين على أساس إيه؟ إن هم يلقوا يعني مجرد اعتراض للقافلة، اعتراض قافلة، ما خرجوا من أجل الإيه؟ من أجل القتال، ولكن فرض عليهم القتال، وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا، فاستشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وبدأوا القتال، كانت النتيجة إيه؟ كان يعني دخلوا هم مرغمين، ولكن سلموا الأمر لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة أنهم انتصروا انتصارا لم يعرف له التاريخ مثيل، وكانت الغنائم، وقتلوا اللي هم كفار قريش وعتاولة قريش، سبحان الله رب العالمين، وأعطتهم دفعة قوية وكونت الدولة من هذا الأمر. ما كان في حسبان ذلك، لكنهم سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى. لو قلنا هذا قرآن هؤلاء صحابة، طب احنا عايزين من واقعنا اللي احنا بنعيش فيه. انت اكيد مر عليك اشياء من هذا القبيل كثير، ولو تركنا لأي واحد فيكم يتكلم هيذكر قصص في حياته من هذا النوع كثير. شاب من الشباب، الكلام ده بنقوله للناس اللي بتاخد بالأسباب، انت ما عليك اللي تاخد بالأسباب وتترك الباقي على الله، فإن جاء على حسب ما تريد الحمد لله، وإن جاء على غير ما تريد قدر الله وما شاء فعل. بمنطق هذا منهج في حياتك، وأتمنى أنك تتبنى هذا المنهج من الآن. حصل رجل ذهب عامل منظف حمامات أجلكم الله، ذهب إلى شركة ميكروسوفت عشان يتعين فيها عامل حمامات، فعملوا معاه انترفيو، وبعد ما خلصوا الانترفيو قالوا له صاحب الشركة، قال له: ايه، اترك الايميل بتاعك علشان نبعت لك نتيجة الانترفيو على الايميل. قال: انا ما عندي ايميل. قال له: ما عندكش ايميل؟ كيف ما عندك ايميل؟ كيف حد يقعد من غير ايميل؟ توكل على الله يمشي. مشى ولم يرجع، خرج وكان معه $20، فاشترى بال$20 يعني شوية فراولة، وذهب يبيعهم فكسب منهم 3 أضعاف، فعجبته الفكرة، فتاني يوم خد $40 اشترى أكثر وباع فكسب، وفضل يبيع ويكسب، فعمل كورن على الشارع كده، كشك كده، وبدأ يبيع، كسب، خد محل كبير، كسب، بدأ عمل ايه؟ بدأ كان أكبر مورد من ايه للفراولة في المنطقة كلها. فجاله موظف علشان واحد يشتغل عنده، فبيقول له ايه؟ بيقول له: طيب انا ممكن ابعت لكم الرزومي بتاعتي على الايميل بتاعك، اديني الايميل بتاعك. بيقول لصاحب الشركة: اديني الايميل عشان ابعت لك الايه الرزومي بتاعتي على الايميل. قال له: ما عنديش ايميل. صاحب الشركة اللي هو كان: ما عنديش ايميل. قال: الله، كيف يا رب؟ ما عملت ده كله ازاي من غير ايميل وانت معكش ايميل؟ ما لو كان معك ايميل كنت عملت ايه؟ قال له: كان زماني عامل منظف حمامات في شركة ميكروسوفت. اخوانا، انت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش ربنا مقدر لك ايه، فانت حاول انك انت تسلم الامر لله سبحانه وتعالى.
سلم الأمر لصاحب الأمر لله عز وجل. مواقف كثيرة جدا من هذا. السيدة أم سلمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مات زوجها مات. أنا بجيب لك قصص واقعية حقيقية من القرآن الكريم ومن واقعنا حتى تعلم أنك لست وحدك في هذا الكون، أنت بشر وهؤلاء بشر. سيدة أم سلمة رضوان الله عليها لما مات زوجها وكانت تحب زوجها ويحبها حبا شديدا، ما تستغربش لأنهم كانوا إيه، كان منهجهم الإسلام، حب زوجته وحبها حبا شديدا. فلما مات أبو سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت ومن خير من أبو سلمة يا رسول الله، وفي حد زي أبو سلمة؟ من خير من أبو هنتزا؟ أردت أن تعرف رجلا اسأل عنه زوجته وأولاده، إن أثنوا عليه خيرا فهو خير، وإن لم يثنوا عليه خيرا فهو كما قالوا. لأن أنت ممكن تتكلف معايا وتكلف معاك، لكن ما تقدرش تتكلف طول حياتك مع أولادك وأهلك. في ناس لما يدخلوا بيوتهم بيبقوا زي الوحوش، الصاحب ينام وكل ترتعب منه البنات والكبار والصغار، وفي واحد النايم يصحى ويجلس جنب منه ويتكلم معاهم وتعرف على أخبارهم. ومن خير من أبو سلمة يا رسول الله؟ ولكن قالت قلتها امتثالا لأمر رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال، فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير. كانت النتيجة أن زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لرسول الله وأم للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. إذن القضية إنك أنت لما يبقى عندك عقيدة راسخة، ما يبقى عندك إيمان بالله عز وجل، ده تأتي من العقيدة، ده جزء من العقيدة، جزء أصيل في العقيدة الإسلامية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يا سلام. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. كل كلمة فيها عايزة تفسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله إيه؟ على الله يسير. اسمع الحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى اعلم أنه لن يقع في ملك الله إلا ما يريده الله عز وجل. افعل ما شئت، افعل ما شئت، لن يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، لأن المدبر لهذا الكون، وما أنت إلا أنت، ما أنت إلا شيء في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا إيه؟ إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد سلمت لك فيما تريد، ولم أتعبك فيما إيه، وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. سبحان الله، لن يكون إلا ما قدر الله عز وجل. فسلم لأمر الله حتى يرضيك الله سبحانه وتعالى. تعالى أيضا إلى كيف نستقبل أقدار الله عز وجل. دي خلاصة المحاضرة دي كلها، كيف نستقبل أقدار الله سبحانه وتعالى؟ موت، طرد من عمل، موت أولاد، أي أمر من الأمور، فشل في عمل، فشل في زواج، فشل في أي شيء، لا تحقد ولا تحسد ولا تبغض، ولا يبغض قلبك، ولا أعرف قلبك الكره ولا البغض ولا الضغينة، ولكن ينبغي أن تسلم الأمر لله. كيف نستقبل أقدار الله عز وجل؟ أول شيء الصبر والرضا والتسليم لله في قضائه وقدره، انك تصبر تحتسب الأجر عند الله عز وجل، وتسلم ما أنت إلا عبد لله يفعل فيك الله عز وجل ما يشاء. ده الأمر الأول، بالصبر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. الأمر الثاني أمر مهم جدا، عدم نسبة الشر إلى الله وعدم النظر له كمحض شر. تقولش إنه الشر بقى أنا أصلنا كده، أصل أنا عارف حظي، أنا مش عارف ربنا ما بيحبنيش ليه. لا، ده أنت عبد من عباد الله عز وجل، والله أرأف عليك منك بك، لو علمت هذا لفرحت وابتسمت. سبحان الله. لا تنسب الشر إلى الله عز وجل، ولا تنظر إلى الشر على إنه ما شر محض، ولكن يتأمل فيما وراءه من خير وحكمة. أكيد في حاجات أنا مش عارفها، أكيد في أشياء أنا مش واخد بالي منها، أكيد ربنا مقدر حاجة أفضل. سبحان الله. شفت الوزير اللي كان عنده، يعني كان في ملك عنده وزير، الوزير الملك قاعد بيعمل حاجة في صبعه، بيعمل حاجة بسكينة، فانقطع قطع أصبعه، فلما قطع أصبعه الوزير قال إيه؟ قال لعله خير. لعله خير؟
قالوا كيف يقطع اصبعي ويسيل الدم وتقول لعله خير؟ اذهبوا بي الى السجن. خدوه على السجن. هو ماشي على السجن قال ايه؟ لعله خير. قال لا لا، هذا رجل راح السجن ويقول لعله خير، انت مجنون؟ ضعوه بالسجن. ضعوه بالسجن. فاصبعه يعني برأ شوفي منه. بعد فترة طلع عشان يصطاد، واخد معاه مجموعة من الناس، طلع عشان يصطاد، وبينما هو كذلك اذ طلع عليه قطاع طريق وكانوا كفرة وعباد أصنام، فأخذوه وأرادوا أن يقدموه إيه؟ أن يقدموه إلى آلهتهم، أن يقدموه إلى آلهتهم، يعني يذبحوه وقدموه إلى آلهتهم. فنظروا فيه فلما وجدوا أصبعه مقطوع فقالوا هذا لا يصلح، لابد أن يكون كامل الإيه؟ كامل. فردوه. فلما رجع هو في الطريق قال إيه؟ قال هاتولي الوزير ده. فقال كلامك كان سليم، لما أنت قلت لعله خير، هذا الأصبع الذي قطع هذا كان سبب نجاتي، ولولا أنا، لولا هذا الأصبع لكانوا أخذوني وإيه وقتلوني. قال بس أنا عايز أفهم بقى، لماذا أنت قلت وانت رايح السجن لعله خير؟ طب عرفنا الخير هنا إيه الخير؟ قالوا ما أنا لو ما كنتش أنا دخلت السجن كنت أنا بقيت معاك، كانوا سابوك أنت وأخذوني أنا قتلوني أنا. فشوف سبحان الله، القضية عايزة تسليم تام لله. انت ما انتش عارف ايه اللي هيتم، يبقى التسليم لامر الله سبحانه وتعالى في كل ما يريد، وعدم نسبة الشر الى الله عز وجل. يبقى اول شيء ايه؟ ان كيفية التعامل مع اقدار الله عز وجل، الصبر على قضاء الله واحتساب الاجر عند الله، عدم النظر الى الشر على انه محض، على انه شر محض، ولكن انت وراء ايه كل ذلك خير وحكمة من الله عز وجل. ثالث شيء، عدم اعتقاد دوامه، بل يعتقد عدم دوام الحال، وزي ما بيقولوا دوام الحال من الايه؟ من المحال، بل يتفائل. ما رأينا انسان وقع في مشكلة ظلت المشكلة الى ما لا نهاية، مات واحد يموت ابوه ويظل يبكي وكذا، ولكن سبحان الله ما هي الا ايام معدودة ثم يرجع الى عادته، ماتت زوجته، مات اولاده، مات مش عارف كذا، فاذا طلع من الشغل وانتهى في الاعمال، جاء عمل اخر، ده عدم الايه؟ الاعمال، او عدم الايه؟ عدم اعتقاد دوامه، بل يعتقد ان دوام الحال من المحال، بل يصبر ويحتسب الاجر وينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى. انظر الى الامام الشافعي لخص كل الكلام اللي احنا قلناه ده، وقال دع الايام تفعل ما تشاء. يا سلام، دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. هذا إن كان منطقنا، إن كان منطقنا هذا، وإذا مشينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنطق القرآن الكريم، ساعتها ستجد طعم للحياة، ستجد لذة للحياة، ستجد قلبك فارغ من مشاكل الدنيا، لن تحقد، لن تحسد، لن تحمل في قلبك ضغينة، ستعيش عيشة سعيدة، ستدعو الله سبحانه وتعالى وستتقرب إلى الله عز وجل، بل إن هذه المصائب ربما تكون مادة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، مادة تكتسب بها أجرا عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم إيه؟ يتضرعون. الله عز يسمع صوتك. تخيل لما يحدث فيه مصيبة ويدعو العبد ربه، يا رب، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة دعوه لا تقضوا له حاجته، فإني أحب أن أسمع صوته. أنا مشتاق للصوت ده من زمان، عشان أنت تقول يا رب، لأنك انشغلت بالدنيا شوية، يوم يقص منك حاجة عشان تقول يا رب، يقول لك يا كنت فين من زمان يا أخي، كنت فين من زمان. بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون. التضرع غير الدعاء، دعاء بتقول يا رب اكرمني يا رب، لكن التضرع اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وأنت حينما تدعو الله عز وجل قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، واذكر الله وادعو الله واذكر أسماء الله الحسنى، ولله الحسنى الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من يقول للشيء يكون فيكون. وبعدين قول الحاجة بتاعتك بقى، استعطف ربنا سبحانه وتعالى، استدر رحمة الله عز وجل عليك. ما تقولش يا رب اعمل لي كذا وكذا وكذا، لا، لابد أن تكون مؤدب مع الله سبحانه. كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت هذا الشر الذي تراه ربما يكون خيرا كثيرا، وتكون مادة
توصلك إلى الله عز وجل وتثبتك وتريك خيرا كثيرا. الله يضيق عليك ليرى ماذا ستصنع، ثم بعد ذلك يفتح لك الخير الايه الكثير. ولو أطلعك الله على مكنون غيبه لم تختر إلا ما اختاره الله عز وجل لك. الله أرحم بك منك على نفسك، بل إن الإنسان ما يعرف الخير فين، لكن الخير يعلمه الله عز وجل عاجلا وآجلا. فإذا دائما وأبدا خلي منطقنا، خلي دي منهج في حياتك ومنهج للي حواليك، لسانك ينطق بها، علمها أولادك. يا ابني لعله خير، راح الولد سقط في الدرايف لايسنس بتاعته، يا خير يا ابني إن شاء الله لعله خير. راحت السيارة بتاعته الحمد لله يا ابني لعله خير، عمل لعله خير. خلي هذا منطق، وعسى أن تكرهوا شيئا وخيرا إيه، يمكن فيه خير يا ابني أنت ما تعرفوش جاي. يوم تربوا الأولاد على إيه، على الصبر وعلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا جميعا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا عن باب رحمتك مطرودين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا واجعلهم من الصالحين المصلحين. اللهم اهد أولادنا واحفظهم في هذه الديار يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في الخير قادة. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا لك من الصابرين. اللهم اجعلنا لك من القانتين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم وأحسن الله.